لا والله يا جماعة، من أسماء الله الستير، وبعض العلماء يخففها يقول لك أبلغ. الستير يسترنا في الليل والنهار، لو مو ستر الله ما حد عاش مع أحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى، كل الناس بخير إلا المجاهرون. إحنا طبيعي بشر نذنب، لازم نذنب، إحنا بشر. لكن في بعض البشر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يسترهم في الليل على ذنوبهم اللي يسوونها، لكن يجي الصباح يقولون إحنا سوينا، يحكون بعض، روحن ديوانية، استراحة مع أصحابهم، التلفون، ألو والله سويت ورحت للمكان الفلاني وفعلت، فيجاهر بهذا الذنب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا مو بخير، هذا وضع عند رب العالمين غير. الله سترك في الليل، كيف تفضح نفسك؟ ومن ستر الله على عباده يوم القيامة يناديك الله باسمك تعال، فيجعل لك أو عندك كنفة، يعني ستر يغطيك، ما يخلي أحد يشوفك عشان ما تنفضح. فيسألك عن ذنوبك اللي في الدنيا سويتها، تذكر يا فلان ذنب؟ فيسألنا الله يا فلان تتذكر هذا الذنب اللي سويته في الدنيا يا ربي؟ فيقول أنا سترت عليك في الدنيا واليوم أغفر لك، ما أفضحك، لأنه من أسماء الله ستير. إبراهيم عليه السلام طلب من الله أنه ما يفضح، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يا رب لا تفضحني هذاك اليوم. لأنه الستر نعمة في الدنيا وفي الآخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على إننا نستر على بعضنا، كلو من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. الله يسترنا وإياكم بستره.